انا بقالي سنه بلف على الدكاتره عشان الصداع مش بيروح. خدت كل المسكنات وعملت كل التحاليل والاشاعات وكلها سليمه، مفيش اي حاجه. في الاخر قالوا لي ده ممكن يكون سببها نفسي. مش عارفه هو في حاجه كده اصلا. طبعا في اعراض نفس جسمانيه او سايكوسوماتيك من كتر ما الواحد بيضغط على نفسه، من كتر ما بنمارس الكبت على مشاعرنا وعلى نفسنا طول الوقت، فبعد شويه جسمي بيشتكي من اعراض جسديه ملهاش اي تفسير عضوي. اشهرها على الاطلاق القولون العصبي، الصداع، وجع الظهر. في اوجاع متعدده متكرره جدا مع الاعراض النفس جسمانيه. كل اللي انا محتاج له اني مش محتاج ابدا لعلاج عضوي، ولا محتاج ان انا ادور ورا اشعاعات ورا تحاليل. انا محتاج ادور على السبب النفسي اللي موصلني لده. قد يكون شويه توتر وقلق، او قد يكون اعراض اكتئاب، او قد يكون مجرد ضغوط نفسيه انا مش واعي بيها ومش شايفها. كل اللي انا محتاج له اني الجا لحد متخصص يساعدني في ده.